لأن تكلمنا عن المخطط التكفل بالعلاج. نعم. المحور الثالث والمحور الرابع هو المورد البشري وتكوين هذا المورد البشري. نتكلم على التكوين المتواصل. كنا نتكلموا قبل ما تنهي الحصة، كنا نتكلموا على التلت لي تروا نيفو، التلت طوابق للعلاج. هو الطابق الأول يعني المصحات الجوارية، الطابق الثاني المؤسسات الاستشفائية العمومية، والطابق الثالث المؤسسات الجامعية والمؤسسات الجامعية المرجعية، يعني اللي تكون عندها اون اوت كومبيتونس. احنا نحيو الاشكال الهاجس تاعنا الان انه في هذه المرحله هو يعني التفريق، يعني سكون ابل احنا يعني دو فيلتري، ما نخليوش يعني المرضى اللي يحتاجوا الى مساحات جواريه ما نخليهمش يتواجدوا في المؤسسات الاستشفائيه ولا في المؤسسات الاستشفائيه الجامعيه. لهذا كان فيه اعاده، يعني اعاده تنظيم المؤسسات الصحيه الجواريه. وتكلمت لك من قبل على الشيء الايجابي انه المساحات الجواريه في الحروق خدات نصيب الاسد، يعني في التكفل بالعلاج على يعني على ان رابور 1/6، يعني 650 مريض كانوا في المؤسسات الجواريه و109 مرضى كانوا في المؤسسات الاستشفائيه. هذا الشيء المهم. الشيء الاخر يعني يعني هو بسط باش ما يكونش يعني التوافد كبير على مساحات يعني معينه. هو في المحور السابع ان شاء الله يعني خدينا على سبيل المثال ثلاث ولايات، ولايه الواد، ولايه تيميمون لان الان راهي ولايه، وولايه البيض، وولايه اضرار. اربع ولايات. هاد الولايات راح ان شاء الله يكون فيهم اقطاب جهويه متخصصه، ويكون يعني كل هذا نتكلم على في ولايه تيميمون راح يكون ان شاء الله القطب الصحي المتخصص في الولاده، وفي في الولاده اكثر في الولاده اللي راح يتكفل به مؤسسه استشفائيه في الشمال. هذا اللي راح يكون تما، يعني راح يكون اكثر من شيء اكبر من التوامه، مش توامه ما يعني اخذ بعين الاعتبار حتى الاطباء. راح يكون توافد من ناحيه من تيميمون الى العاصمه في مستشفى بولوغين، ومن مستشفى بولوغين في مصالح الولاده الى مستشفى تيميمون. في مستشفى تيميمون كاين مشروع الان، مشروع ان شاء الله انجاز، مستشفى 120 سرير. يعني باش ناكد لك باللي المهمه تاع وزاره الصحه الان هي مسح كل فوارق يعني من ناحيه التغطيه الصحيه لكل المواطنين في الجزائر. الانسان المواطن الجزائري لازم يفهم انه اذا جعلنا مستشفى مرجعي وطني، يعني على سبيل المثال مستشفى مرجعي وطني على سبيل المثال في ولايه وهران، ما راهوش راح يكون هذا المستشفى. الناس لازم تعلم بلي هذا المستشفى ما راهوش خاص للوهرانيين، راهو خاص لكل الجزائريين. يعني اذا عملنا مستشفى في العاصمه، يعني واش هو الشيء الجيد؟ نعم. فقط بروفيسور، يعني اسمح لي عفوا، اذا مريض من غردايا صعد لولايه الجزائر ليس لوجود مؤسسه ولكن لوجود خبره قويه كمستشفى مرجعي.